my personal opinion is إن big corporates, corporates محتاجة ال brands بتاعتها تبقى aggressively online with a social positioning, insights with statistics, إن هما to outsource and to work with an agency rather than هما to have a team بمشاكل. كagency إحنا كتير من أحوال 90% من أحوال بنعمل strategy, نعمل training للcustomer بتاعنا وهو التيم بتاعه هو يكون أدرى باللانجوج بتاعته وبالتاكتكس بتاعته ويرد يقول ايه امتى احنا ممكن بنديله الاستراتيجي والتولز, ولكن هو احسن من ان هو يتكلم باللانجوج بالظبط بتاعت الماركت يعني. لو انت ستارت اب او سمول كومباني بماركتنج بادجت متواضع اوعى تاوتسورس السوشيال ميديا, في حاجات كتيره اولى بالبادجت بتاعك من ان انت تاوتسورس السوشيال ميديا. فاللي محتاج تعمله ان انت لو ما عندكش خبره في الماركتنج خالص او في المجال خالص بتاع الكوميونيكيشن بصفه عامه تستشير اهل الخبره, وفي ناس كثيره ويلنج ان هم يدوا وقتهم ويبنتر من غير اي حاجه خالص, تاخد منهم استراتيجي وبعدين تبدا تنفذها انت بالشكل اللي انت تقدر ان انت تواظب عليه بشكل مستمر.